تعد رياضة الغوص من أقدم الرياضات في العالم، حيث يعود أثرها إلى قبل الميلاد، وأقدم أثر موجود للغوص يعود للأشوريين أي قبل الميلاد بعدة قرون، حيث تظهر المنحوتات الأثرية جنود أشوريين يعبرون النهر باستخدام عوامات منفوخة مصنوعة من جلد الماعز. وفي دولة قطر كانت تعد هذه الرياضة مصدر رزق للكثيرين منذ قديم الزمان، حيث كان الغوص يعتبر مصدرا هاما وأساسيا لكسب العيش والرزق، وكان يعتبر من المهن الشعبية ليس فقط في دولة قطر بل في كل دول الخليج العربية، حيث يمثل لهم أهم مصادر الدخل عن طريق البحث عن اللؤلؤ وبيعه والاستفادة من ثمنه. أما في أيامنا هذه أصبح الغوص عبارة عن هواية للكثيرين من الأشخاص عبر العالم. حاولنا أن نتعرف عن قرب على هذه الرياضة، وقمنا بزيارة أحد النوادي الخاصة بتدريب وتعليم الغوص هنا في دولة قطر، وكان لنا حديث مع مسؤول النادي. هي الاهتمام بدأ من عمر 18 سنة، يمكن سنوات عديدة، ولكن بشكل رسمي بعد تجربة الغوص الأولى اللي حوالي تقريبا 12 سنة بدأ الوعي بهذا النوع من أنواع الرياضات الترفيهية وعشقي لها، وصلت لمرحلة تم افتتاح مركز مساعدان الغوص من حوالي 4 سنوات. المراحل العمرية، الشخص ممكن يبدأ الغوص من عمر 8 سنوات ولكن في البركة، من عمر 10 سنوات ممكن الشخص يأخذ دورة غوص ويسمى جونيور أوبن ووتر دايفر أو غواص جونيور المياه المفتوحة، ولكن الفئة العمرية تبدأ من 10 سنوات كدورة وكشهادة رخصة غوص إلى أي عمر طالما الشخص في حالة صحية تناسب. طبعا هذا النوع من أنواع الرياضات لأنه لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخشونة أو العنف الجسدي، فهو جدا يحظى بقبول كبير من قبل النساء والعنصر النسائي. حتى نحن في مركز مساعدنا الغوص من إحدى أو من المراكز المعتمدة من قبل جامعة قطر لتدريب الطلاب الجامعة سواء ذكور وإناث، وقمنا ببعض الدورات التدريبية للإناث في جامعة قطر وفي لها قبول جدا كبير. كونه هو نشاط بحري فلازم يكون في عنده الحد الأدنى من مهارة السباحة، اللي هي عادة تتطلب الطفو لمدة 10 دقائق على سطح الماء، السباحة لمسافة 200 متر بدون عوامل مساعدة. هاني السؤال الآن الأساسي ربما، كيف أشترك في هذه الدورة؟ الاشتراك جدا سهل، لا يتطلب أي إجراءات معقدة، هو قبول الشخص لهذا النوع من أنواع الرياضات الترفيهية وحبه للمتعة، وبتم إلقاء محاضرة من قبل المدربين اللي عندنا في المركز بهذا النوع من أنواع. أين هي قاعدة المحاضرة؟ موجودة هون. على بركة الله. حاولنا أن نجرب الغطس في بركة السباحة ونعرف كيف يشعر الغواص عندما يكون تحت الماء. تجربة كانت ممتعة لكنها لم تكن بسهلة، خاصة عندما يتعلق بإخلاء الماء من القناع وأنت في الأعماق. بعد النظري والتطبيقي في المسبح يؤخذ الطلاب للتجربة الحقيقية وهي الغوص في البحر. والله من صغري وأنا أغطس، بس ما أغطس بسلندر وسكوبا، أغطس فري دايف، فأنا أفكر أني أتطور وأشوف شو الفرق يعني، فجربت وانعجبت الوضع. والله هو شعور جميل يعني، لأنك يعني تشوف حياة ثانية غير الحياة اللي نشوفها دائما متعودين عليها. It feels really good. It's a very strange feeling to be sort of underwater and floating. It's nice to see fishes and stuff. So it's good fun. للغوص متعة خاصة، خاصة عندما تكون في أعماق البحر وتكتشف عالما آخر. هذا ما يدفع الكثيرين للقيام بهذه الرياضة. عالم تاني غير العالم اللي احنا فيه. كل مرة بتنزل بتشوف حاجة جديدة، حتى لو بتنزل في نفس المكان. كل مرة هتنزل هتشوف حاجة جديدة. شغفك برياضة الغوص وحبك ليها هيخليك كل مرة تنزل وتستمتع. It's like wow, it's a completely new world down there. It's amazing. فتحذري بين سبورتس الدوحة.